سؤال بتسأله كتير قوي، هل ريادة الأعمال مسار لأي حد؟ يعني أي شخص ممكن يبقى رائد أعمال؟ التوق بتاعتي النهاردة تتكلم على الحتة دي عشان نحاول نلاقي إجابة سوا. تمام؟ ابتدي. ريادة الأعمال يعني أي شخص ممكن تفرق من ان انت تبقى صاحب كشك عادي خالص او صاحب سبيس اكس، هي مش باينه بس في الصوت. الفرق هنا بيجي في ايه؟ بيجي في قد ايه انت ممكن تتعلم من الاخطاء بتاعتك او بتعلم من احتكاكك مع السوق، وكمان ازاي الواقع اللي حواليك تقدر تعمل ادابتيشن عليه، يعني ازاي تقدر تطوع او تتكيف مع الظروف اللي بتحصل والتغيرات اللي بتحصل. ومن هنا ده بيفرق في طريقة التفكير او بيحصل تطور للعقلية كرائد اعمال او على مستوى الشركة بتاعتك اللي انت بتحاول تبنيها. اكتر بقى حاجة شفتها في الـ 12 سنة اللي فاتت شغل مع انتربرينورز هي الرأي والرؤية. دول اكتر اتنين عوامل بيفرقوا قوي في انت كرائد اعمال هتبقى صاحب كشك ولا صاحب سبيس اكس. يعني ايه؟ رواد اعمال كتير قوي اشتغلت معاهم بيخلوا رأيهم يقف في طريق رؤيتهم، يعني رؤيتهم اللي هي بتبتدي من البرسبشن المنظور بتاعه مش بيتعمل له عملية ابديت. طيب المنظور بتاعك ده بيفرق في ايه؟ لو تاخدوا بالكم كلنا بنفكر او بنشتغل بالطريقه دي، منظورك للعالم اللي حواليك بيترجم لافكار، الافكار دي بتبتدي تاخد شكل في افعال. صح؟ فكرتوا فيها من ابسط الحاجات، من اول ما بتفكر تشرب فنجان قهوه هتشرب اني فنجان قهوه لغايه لما تيجي تقرر هنا لما اخش الجامعه هدرس ايه، تلاقي كله مبني على منظورك للواقع اللي انت فيه. ده بيترجم لافعال، الافعال بتاخد شكل في شكل ايه؟ فعل. طيب يبقى منظورك perception thought action، منظورك فكرك فعل. الثلاث حاجات دول انا بحاول اسميهم او الثلاث عوامل دول اللي بيكونوا المايند سيت جيرني بتاعت اي رائد اعمال او رحله تطور العقليه بتاعت اي رائد اعمال. طيب على مستوى بقى الشركه اللي انت بتبنيها، تعالوا هنا نبص على فكر الايفيدنس بيس انتربرينورشيب او رياده الاعمال المبنيه على اثبات مش اراء. بتقول لك ايه؟ بتقول لك بيجي لك فكره بيزنس، الفكره دي بيبقى حواليها مجموعه افتراضات assumptions، والافتراضات دي انت بتبقى عايز تقوم تجرب تشوف الافتراضات دي صح ولا لا من خلال بعض التجارب اللي بتعملها. التجارب دي تدي لك نتائج insights، نتائج او اجابات لاسئله عندك، فتساعدك ان انت تشوف ايه، طب لا اعمل بيزنس ده ولا لا، اكمل اكمل كده ولا كده. ودي رحله تطور بناء شركتك الناشئه او ستارت اب جيرني بتاعتك. طيب الاثنين دول بقى لو بصينا كده مع بعض، هل ممكن بينهم يكون علاقه؟ طيب تعالوا نبص. انت بتبتدي الاول من المنظور بتاعك، يعني لما بيجي لك فكره لشركه بيبتدي من المنظور بتاعك، انت ازاي بتعرف الدنيا اللي حواليك. المنظور ده بيبتدي يترجم لافكار، الافكار دي بتبقى نواه، كل الافكار اللي عندك دي بتبقى نواه لافتراضاتك على مستوى رحله الشركه. بعد كده ده بيبقى موتيفيشن ليك ان انت تبتدي تاخد الاكشن، الاكشن بتاعتك بتتحول لاكسبيرمنتس والاكسبيرمنتس بتخش على انسايتس. طب الموديل ده بيقول لنا، الفريم ورك ده بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا ان انت بتاخد الناحيه دي اللي جوه دماغك وتجربه في الواقع اللي حواليك. فدي بتبقى فرصه حلوه جدا ان انت بتست اللي جوه دماغك في الواقع بتاعك. لما السايكل دي بتفضل تشتغل كتير، انت كده بتاخد اللي انت في دماغك تجربه في ارض الواقع، يديلك معلومه
المعلومه دي تعمل عمليه تحديث ابديت، تعمل ابديت للسوفت وير بتاع الجيلي بيزيكلي، الجيلي ربنا ادالنا، وهكذا. السايكل دي او الفريم ورك ده مع الاعداد بتاعته واستمرارك شغلك عليه هو ده اللي بيحقق البروجرس الحقيقي لاي رائد اعمال، سواء على مستوى تطوير عقليته او بناء شركته الناشئه. ناخد اكزامبل طيب عشان الكلام ما يبقاش افسر، انا شايف ناس بتبص لي اللي هو ايه ده؟ انا هديك اكزامبل من واقع المنتورنج سيشنز بتاعتي او الجلسات اللي بعملها مع الانتربرينورز. في 2016 عندي اثنين انتربرينورز، الاثنين مهندسين، الاثنين بيعملوا ستارت اب فيها تكنولوجي، والاثنين بيعملوا ستارت اب فيها تكنولوجي للانفايرمنت، عايزين عندهم الموتيفيشن والباشن ان هم ينقذوا الانفايرمنت او يساعدوا الانفايرمنت. طيب اول واحد كان عنده فكره عبقريه انه يبني عمود نور من مواد معاد تدويرها تماما، يعني كلها ريسايكل ماتيريالز. الفكره بتاعته لطيفه جدا، هو بياخد الكرتون ده اللي هو عارفين بتاع ورق طباعه الجرايد تبقى الرول قد ايه، هي الكرتونه اللي في النص دي وبتاعه القماش بيلف القماش عليها، وبياخدها اخترع اله بيستخدمها عشان يصب على الكرتون ده زي ماده كده هو اللي عاملها برضو، يا يعني راجل مخترع هاي، بحيث انه بتبقى ناشفه جدا ويعمل منها عمود النور بتاعه. وبيركب على عمود النور ده سولار بانل ولمبه ليد، فبقى العمود بيجي يركب زي ما هو كده من غير كابلات، من غير اي حاجه، غير حفر، غير اي حاجه. طيب ابتدى ينزل لشركات كتير، منها شركات الكومباوندز والريل استيت وكل الكلام ده، وكان دايما بيقابل بالرفض، يعني عارف يعمل مبيعات خفيفه بس ما عرفش ينجح ان يعمل مبيعات كتير، لدرجه ان شركته كانت قربت تفلس، يعني وصل لحته مش لطيفه خالص. فهنا العقليه كانت ايه؟ ده اللي انا عملته، ده اللي انا اخترعته، تعالوا اشتروه. ماشي؟ ده كان التصميم. لما انا جيت اتكلمت معاه في السيشن بتاعتنا، ابتديت اقول له طب تعالى نسال ماذا لو؟ وات اف؟ نعمل ايه؟ ماذا لو؟ هو بصراحه كان رافض تماما انه يخرج بره اي حاجه ليها دعوه بتصنيع وزياده البيع، مش عايز يفكر في اي فكره ثانيه. بالرغم من كل الداتا اللي جايه له من السوق، يعني لو انت فكرت فيها هو المعلومات اللي جايه له من احتكاكه مع السوق لفتره طويله هو رافضها. فبالتالي المنظور بتاعه ما اتعملوش عمليه ابديت، ففي الاخر العقليه بتاعته حصل لها عمليه بوكسنج، يعني اتحط في علبه، دماغه بقت جوه علبه مقفول عليها محبوسه، انا بسميها علبه رايه. فكده هو رايه واقف في طريق رؤيته. واحد تاني بقى، الراجل التاني هو راجل مبهر صراحة، مهندس مبهر. عمل ايه؟ هو كيف يوم قال لي انا زهقت من شكل الزبالة كده، القيمينة مرمية في كل حتة على الارض، الموضوع مش لطيف خالص. فانا عملت علبة ذكية، العلبة دي الناس هتدمي فيها، فبالتالي اول ما تتملي هتدينا اشارة نبعت عربية ناخد بيها المواد دي ونعمل لها ريسايكلينج. تقول له حلو قوي، تمام. هنا التفكير بتاعه انا التكنولوجي بتاعتي هتنقذ الدنيا. طيب ايه المشكله؟ ان هو افترض ان الناس هتروح لغايه اللي هيرمي فيه، ده افتراض برغم ان الصور اللي معانا ما بتقولش كده. طيب فاحنا ازاي نفكر؟ ماذا لو؟ ماذا لو استهدفنا طلاب الجامعه وقررنا ان احنا نقول لهم لو سمحتوا لموا الازاز البلاستيك والكنز وحطوها في المكنه. طب هم هيعملوا كده ليه؟ لان كل مره هتعمل كده هتاخد موتيفيشن، هتاخد برومو كود لاوبر او كريم، كومبو ماكدونالدز، او هتاخد كارت شحن او خصم على كارت شحن. فبقت دلوقتي الازايز والكنز عمله في نفس الوقت اللي انا بقضيه في الجامعه، قبل ما اروح احط العلب دي و
ويطلع لي البرومو كود بتاع اوبر، هختار برومو كود اوبر واروح. فهنا بقى في فكر اكبر بكتير من مجرد اصل التكنولوجي بتاعتي هتنقذ العالم. هو دماغه مشيت من هنا الى ماي تك ويل ميك فاليو تانجبل في الزبون، يعني هقدر استخدم تكنولوجيا عشان اقدم قيمه حقيقيه للزبون بتاعي يحس بيها ومستعد ان هو يعمل فيها مجهود. وبكده انا قدرت اساعد الانفايرمنت بتاعي او البيئه بتاعتي. فاذا لو تاخدوا بالكم هو التجارب بتاعته او التفاعل معاه في السوق خلاه ان هو يجيله معلومه تساعده ان هو يعمل ابديت للبرسبشن بتاعه، وانه يشوف الدنيا حواليه او الواقع اللي حواليه بطريقه مختلفه. طيب يبقى اذا هل رياده الاعمال مسار عادل لكل الناس؟ الاجابه هي اه، بس مش كل الناس هتبقى ايلون ماسك، يعني بس نبقى واضحين. ابتدي من المنظور بتاعك، ما تركزش قوي في انت معكش ايه او ايه اللي موقفك، ركز في انت معاك ايه وتقدر تعمل بيه ايه احسن حاجه. اسال دايما ماذا لو، وات اف، واهم حاجه ما تخليش رايك يقف في طريق رؤيتك. سيجد، شكرا.